كافيين معكم اكيد عالم الصباح، ووصلنا لفقره ولادي بالدنيا مع مايا. رح نحكي عن موضوع المخدرات. مايا بونجور لولا، كيفك اليوم؟ الحمد لله على السلامه. ثانك يو. الله يسلمك. اليوم موضوع كثير مهم، موضوع المخدرات خاصه عند المراهقين. بتعرفي المخدرات هلا منتشره بسهولة وببساطة بين كل أيدي اللي الناس اللي عبالها أنها تتعاطى. بعدين لأنه سهل، بحب أقول الأمور مثل ما هي، لأنه عن جد أنه جزء كبير من الأهل ما بقى حاضرين، يعني نحن ما عم نبالغ ولا عم نفرج الأشياء بتشاؤم، بس عن جد فعليا جزء كتير كبير من الأهل ما بقى حاضرين، ما بقى حاضرين، يعني صار الولد عم يعمل بريس كل شيء لوحده، كل شيء لوحده، يعني في ثقة عم بيكون بالمساعدة المنزلية كتير، في ثقة انه انا بموجود مساعدة منزلية بقدر غيب عن البيت قد ما بدي، لانه انا خلص في من ياخذ عني، وهذا للاسف الشيء اللي كتير كتير غلط، لانه ما حدا بيحل محل الاهل ابدا. هيدي بتصور نقطة من نقطة من النقاط اللي بتدفع المراهق انه ما في سوبرفيزيون، يعني ما في مراقبة، ما المراهق بده مراقبة، لأنه هو كتير بينشد للأشياء الممنوعات، يعني هي أشياء جديدة بحب يجربها، وبيعتبر إنه إذا جربها بصير عنده شعبية، يعني بيعتبر إنه إذا في هالجروب اللي أكثر شيء عند ليدرز واللي أكثر شيء بالصف كلهم معجبين فيهم واللي أكثر شيء بين مزدوجين بشدوا بنات، بمعنى إنه البنات كتير بيلحقون، هن هول الجانكسترز إذا بدك، يعني هول اللي بيدخنوا واللي بيظهروا كتير واللي بيرجعوا وجه الصبح. فإذا ما في حدا فعلا أنه يوعيه ويراقبه مثل ما لازم ويصادقه، أكيد رح ينجر بسهولة، رح يعتبر أنه أنا إذا دخنت وإذا عملت مثلهم أنا كمان رح يصير عندي شعبية ورح يصير كول مثل ما عم تقولي، فهيدا أكيد نقطة مهمة كتير. طيب شو اللي بيدفع المراهق أنه يجرب المخدرات؟ ليك هلا نحن إذا بدنا نحكي حواليه أكيد بوتا فيس دي، وهي بتلاقيها وين ما كان، اصلا هي بتلاقيها وين ما كان وبكل المدارس بدون استثناء وبكل الاجواء. هلا في نقطتين كثير مهم نوضحهم. اول شيء مهم نوضح العوامل العلميه يلي هي بتزيد من امكانيه انه المراهق يصير يتعاطى مخدرات، يعني انه يكون عنده اهل هن ديجا او الكولو ديبوندون، يعني او هن بياخذوا كحول بطريقه ادمان على الكحول، او هن ديجا مثل ما قلنا بيتعاطوا مخدرات او الى اخره، او يكون هو عنده مشاكل مثل مشاكل اكتئاب مزمنة، مشاكل ديبريسيون، مشاكل رهاب اجتماعي أو نقص بالثقة بالنفس، بشكل بيصير فيه معاناة، يعني عياديا يعني المقياس نحن اللي مننتبه له هو أنه يصير فيه معاناة، مش أنه شوي ما بيثق بحاله شوي بيستحي، لا، يعني بيصير فيه نوع من الفران أو نوع من التوقف بالحياة الاجتماعية. هول بالنسبة للعوامل العلمية اللي هي بتزيد من الريسك أنه المراهق يصير يتعاطى المخدرات. أكيد الأشياء الثانية مثل ما قلنا هي متعلقه بالجو اللي هو عايش فيه، بالكارونس بنسميها، يعني النقص بالتربيه اللي بتصير انه التوعيه، انه نعلمه يقول لا، انه يعلمه انه ما يشرب شيء منه واثق فيه بالسهره، نعلمه انه اذا عم بيجربوا من كاسات بعضهم ما يقبل، لو ونحضره شو ناطره، يعني ناطرك اذا انت قلت لا، ناطرك انه يتمسخروا عليك، انه يعملوا بولينج معك، انه يقولوا لك ايه ابنه للمامي ابنه للبابي ما بيسترجي ما بيجرب، هول ناطرينك، بس هول اسهل بكثير من انك تعلق بالمخدرات. ومثل ما قلت باول حلقه بس بدي ارجع اقول باختصار انه المراهق لازم يعرف شو الاشياء الطبيه الجسديه الناتجه عن المخدرات، يعني لازم يعرف ليش بيقولوا لي انه المخدرات علقه، لازم يعرف قديش جراف الموضوع. كثير سهل انه نعمل رشاش صغير نحن وياه ونفسر له ونخلق له نوع من الخوف من المخدرات، لانه لازم يكون في خوف من المخدرات، طبعا. اذا ما كان في خوف من المخدرات رح يجرب بسهوله. يمكن مش بس حكي، يمكن فينا نجيب افلام مزبوط، يعني اكيد نشوف قصص في جواز، خلي يشوف قديش شغله جراف، يعني قديش شغله جديه، يعني منها انه كل وقت نقعد نحكي بالموضوع، بس انه نلاقي طريقه انه شوي شوي نوصل له اياها للفكره، اذا ان كان بفيديو ان كان هي بالتوعيه، هي بالتوعيه، يعني مثل ما في توعيه جنسيه في توعيه للمخدرات في توعيه لكل شيء. هلا خلينا نحكي شوي رولا
انه اذا المراهق كان عم يتعاطى مخدرات يعني المشكله وقعت، كيف بدهم ينتبهوا الاهل من خلال مؤشرات؟ هلا بدي اقول لكل الاهل، مش بس انا المؤشرات اللي احكي عنها اليوم انه نلقط لهي المؤشرات ونقول فاذا انا ابني عنده ثلاثه اربعه يعني ابني عم يتعاطى، لا بدكم تعينوا طبيب، بدكم تاخذوا اراء طبيه، وبدنا نجمع كل العوامل اللي لها علاقه بسلوكياته، يعني مش بس الاشياء اللي بدي احكي عنها هي اللي بدي انتبه لها، لانه فيها تكون موجوده الاشياء اللي بدي احكي عنها وما يكون المراهق عم يتعاطى مخدرات، في يكون في مشكله ثانيه، بس مراهق هو عنده استعداد مارق ديجا باكسبيرينسز، او اهله ديجا هن عندهم ادمان على المخدر او على الشيء ثاني، او نحن بنعرف انه صديقه الانتيم هو كمان ممكن يكون بيدخن كثير او بيتعاطى كوكايين او LSD او شيء ثاني من المخدرات، كمان بدنا ننتبه لهي المؤشرات اللي بقولها. خليني بلش بالمؤشرات الجسديه. من المعروف انه المراهق يلي هو بالفاز يلي عم يتعاطى فيها بصير في احمرار بالعيون، بصير في اعراض ما عم نقدر نفسرها طبيا، يعني بنروح عند جاسترو بنروح عند طبيب ما عم نقدر نفسر ليه في تقيؤ باستمرار، ليه في نوزي غثيان او لعيان نفس باستمرار، وهون بيكون المشكله ممكن تكون انه هي المخدرات طبعا. اوكي، اضافه لهذا الموضوع بصير في نقص بالشهيه. عم تحكي جسديا وفي قصص نفسيه جسديا، يمكن التعاطي مع الاهل، الاشياء السلوكيه اهم شيء السلوكيه مثل ما عم تقولي، يعني في ما يقول لك عن هول الاخبار 100% لانه بخاف تنتبه. مزبوط، انه اكيد عم يصير، بس في اشياء ما في خبيها مثل مثلا العنف الجسدي، يعني بيكون المراهق هو شخص مسالم، نحن معودين عليه انه في تهذيب، في تواصل سليم مع الاهل، فجاه بيصير في عنف، مش انه عنف انه بطبش الباب وراي وبقول لا لامي حلي عني، لا عنف عنف، يعني اذا مثلا تعاطوا معه شوي زياده انه انت ليه تاخرت، انت قلت لنا جاي بهالوقت جيت بوقت ثاني، عنف يعني ممكن يهجم على امه يضربها عبيه، صريخ كثير بالبيت، تكسير يكسر شيء، هون العنف يلي انا عم بحكي عنه. هيدا بالاعراض السلوكيه كثير بنشوفه لما يكون في ادمان على المخدرات 100%. هلا اللي بيصير كمان انه بيصير في، لانه بيصير في حاجه كثير كبيره للمصاري، يعني هيدي الحاجه بتصير تقوى عند المراهق، لانه للاسف بالادمان على المخدرات بيكون بلش بانواع من المياقيزات او انواع خفيفه، ديجا هي كمان سعرها بيكون خفيف وبيصير يعلى، مش في شيء بنسميه بالادمان رولا سويدو توليرانس باللغه الفرنسيه لحترجمه، بمعنى انه بالوقت يلي كان هالكمية صغيرة وهالنوع الخفيف من المخدرات كان يكفي وكان هو يوصل لإكستاز، يعني كان يوصل لشعور باللذة يا لطيف شو مهم، مع الوقت ومع التعاطي هالكميه الصغيره وهالنوع اللي هو خفيف ما عاد يكفي، بصير بكل شيء بده يعلى، وحتى بالاموال بصير بده يطلب مصاري اكثر. اوكي، فبصيروا الاهل يشوفوا انه عم ينسرق اشياء من البيت، اذا قدر يحصل على مصاري من جيبه بيو من جزدان امه بياخذ، اذا لا بصير يمكن ياخذ تمثال، يبيع تمثال، يبيع قطعه ذهب لامه اذا بده يحصل عليها، فمنلاحظ انه في اشياء عم تختفي بالبيت، ومنلاحظ كمان انه بيصير المراهق يقدر اذا هو بحاله مش عم يقدر يامن المخدرات بيصير يلجا للادويه اللي بالبيت، يعني خاصه الادويه اللي هي انتي توسيف، يعني اللي ضد السعال، في ادويه قويه ضد السعال بيكون فيها مواد معينه مخدره، بصير ياخذ منها بطريقه عشوائيه كثير، بصير كميات 100%، بصير يلجا لهيدي الامور، ادويه الاعصاب، المنومات، بصير يقدر يستعمل هالاشياء بطريقه عشوائيه لانه بحاجه ل 100%. فهيدا اشياء كثير بنتبه لها. هلا على صعيد المدرسه بصير في غياب مفاجئ الاهل ما بيعرفوا فيه، انه بيتلفنوا له من المدرسه انه ابنك له اليوم ما اجى على المدرسه، انه بعلمه هو لا بيكون ابنه انه المفروض يكون بالمدرسه مثلا. بصير في نوع من الغموض بالصداقات، يعني ما بيعودوا الاهل عن جد يقدروا يعرفوا مين اصدقائه، مزبوط وين رايح، مزبوط وين جاي، بحسوا انه في غموض، يعني هو قاصد انه هو يكذب ويخفي عليهم امور. فالتابلو واضح، يعني الاشياء واضحه، بكفي انه الاهل يكونوا حاضرين لحتى هن يعرفوا شو عم بيصير. المبالغه بالسهر، يعني وقتها بيقولوا لك انه مثلا كل يوم كل يوم، بس هي في مشكله انه كمان مش بأعمار كبيره، يعني عم تقولي انه بالسهر صار في عمر، بتعرفي بتقولي انه هو مراهق، لا عم بحكي بين 13 و18، انا عم بحكي بين 12 سنه و18 سنه. اوكي، فكرت عم تقولي السهر برا،
السهر برا. برا السهر برات البيت، بمعنى انه مش ضروري بنايت كلوبس او بملاهي ليليه. ما هو اللي بيصير انه هالاجتماعات اللي بتصير ببيوت بس بطريقه كتير بتكون فيها مبالغه. يعني كل ليله في سهره ببيت ما بعرف لاي ساعه بتضل. طيب منطقيا انه كيف ما برمتيها انه انت بعمر انه المراهق عنده درس في عمر الأساس. فكيف كيف شو عم بيصير؟ يعني ليش كل ليله بده يكون في سهر وفي صحيح. اجتماع وشو عم بيصير؟ انا بدي اقول لهم للاهل اهم شيء ينتبهوا على مين، على صداقات اولادهم، اولادهم مين بيصادقوا، هيدي اهم نقطه. وبدي اقول لهم من يعني عم بحكي كأم انا قبل ما احكي من منطلق اختصاصي، انه بحياتنا ما نستلشق لما نحن عندنا نظره لحدا من اصدقاء اولادنا نظره بنعتبرها سلبيه، يعني بنعتبره انه مش مهذب او بنشك فيه باشياء معينه، مخدرات او غير مخدرات، مش ماشي مشيه مضبوطه. ما نستحي ونقول انه ما بدي احرج ابني وما بدي اصدم ابني وما بدي اصدم بنتي وما بدي يزعل مني وما بدي يزعل يزعل. وقت انا بتاكد انه هيدا مش الشخص المناسب تيصادق ابني او بنتي، فورا بدي اتدخل. انا المسؤوليه بتقع علي كأم، فورا بدي اتدخل، لانه ما في شيء بيضيع الاولاد قد الصداقات. صح. الصديق بياثر بتكي على عقله للولد، بس ما بتخاف يعمل رده فعل من ورا ظهرك؟ يعني يصير يروح يحكي معهم بالنهايه بالمدرسه رح يلتقوا، تنقول 100% 100% بدهم يلتقوا، بس انه ممكن تكوني صارمه بالبيت يعني بيرد عليكي وما بيروح بيلتقى بهالشخص. اوكي مشان هيك رولا، وهي بدها حلقه ثانيه، بس بحب احكي كثير عن هذا الموضوع، كيف انا شو الديمارش اللي بدي اخذها لحتى انا اقدر امنع ابني او بنتي يتعاطوا مع هالشخص. اول شيء بده يكون في بديل، يعني بده يكون في بديل كمان في انسجام بينه وبين اولاده، يعني صح. مش حدا بيعتبره ابني او بنتي بيعتبروه انه ما رح يفهم عليهم وما في، بده يكون في انسجام، هي صح. اول شيء. ثاني شيء بده يكون في عامل الثقه بيني وبين اولادي، وما يكون في الفوقيه بالتعاطي وانا الام وانا البي اللي مش عم بعرف صادق اولادي. يعني في كثير اشياء الولد بحب انه هو يختبرها، فيهم الاهل يسمحوا له انه هو يختبرها. حتى السيجاره، حتى السيجارة إذا بلاحظ إنه ابني عنده كتير حشرية وعم بينقع راسه وعم بيقول لي طب كيف طعمتها، طب كيف، بقدر أنا إنه أعزمه على العشاء كبي، أقعد أنا وياه وأقول له إنه أنا رح فسر لك شو مساوئه، أو رح فسر لك ليه مش مفروض ندخن، عشرتي يكون البي ما عم بدخن، إنه إذا البي ما عم بدخن ما عملت شيء بكون، ورح ذوقك سيجارة، أوكي ذوق السيجارة، أنت شو رأيك طعمتها حلوة؟ ريحة إيديك حلوة؟ شم ريحة إيديك، شم ريحة. اللي بدي اقوله انه نحن خاصه بمجتمعنا هلا صار بريس كل شيء مسموح للاسف، ما بقدر انا اعطي اوامر من بعيد، بدي انزل لمستوى اولادي، بدي انزل لمستوى المراهق، بس اهم شيء عامل الثقه. صح. اهم شيء يكون انا صديق او صديقه لاولادي، هي شغله بتكون كثير كثير مهمه. وعيتيني على حلقه ثانيه عن جد، لما بيكون في صديق نحن مش على ذوقنا، بمعنى انه نحن مأكدين، مش على ذوقنا هيك، نحن مأكدين انه ما في تربيه مثل ما لازم عند ببيته او بعائلته، كيف لازم نتدخل، هي اكيد بدنا نحكي عنها بوقت لاحق. بس بدي اقول كمان كلمه اخيره، انه بدنا نلهيه بقصص ثانيه، نخترع له اشياء جديده، 100% اكتيفيتيز، الملل كثير، اكتيفيتيز كثير مهمين، فراغ 100% شغله كثير مهمه. كان يمكن هيداك عم يعبي له وقته بهيدي الطريقه اللي هي فيها تعاطي مخدرات، وبنفس الوقت بيكونوا عم يحسوا مع بعض وفهمانين على راس بعض، وانه هن كثير مميزين، بده يطلع يختفي من جسمه يرجع المخدرات، وبده او يمكن اصلا يمكن ما يكون تعاطى، بس انه معيشه اياها، وممكن كان حيوصل لمرحله انه يتعاطى معه. اكيد اكيد فبتوصلي لحالك ونستعين بطبيب. يعني اول شيء اكيد اهم شيء في الميدسان دو فامي، يلي للاسف بلبنان ما في كثير توعيه على الميدسان دو فامي، طبيب العائله، يلي هو كثير وجوده مهم بكل عائله، وكثير بيوجهنا عند مين بدنا نروح، اذا هو بيقدر يتناول الامور اوكي، اذا لا بيوجهنا عند مين بدنا نروح. الشيء اللي لازم نختم فيه رولا، انه اولادنا من هن وصغار نبلش نوعيهم ونعلمهم على شيء اسمه سيكوريتي بيرسونيل، امانهم الذاتي، هيدا شغله كثير كثير مهمه، يعني حتى بالصفوف الصغيره انه ما ياخذوا من مين مكان اشياء، ما مثلا بالمراهقه مش مجرد يقول له رفيقه انه هيدا المشروب بجنن جديد جربه، اول شيء بدك تسال شو هيدا، شو اسمه، شو في بقلبه، تعا قل لي انا بجربه انا وياك بالبيت قبل ما انت تروح تجربه مع رفقاتك. يعني من هون لما المراهق كمراهق بحس، ولما الولد كمان بحس انه
اهلي مش واقفين وكله لا 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 لا، اهلي عم ينزلوا لمستواي، عم بيجربوا هن اشياء معي. من هون بفتكر بتبلش الطريقه المضبوطه بالتربيه، حتى ببروجرامات التي في اذا بدي احكي عن الاولاد، في اوقات مثلا بيكون في بروجرام في قبله في بوسه مثلا، في اهل انه لا ممنوع يشوفوه هيدا في بوسه هيدا، طب ليه؟ ليه؟ ما هي البوسه جزء من الحياه. ما بتضليكم بعدين يعني. انا بفضل انه اذا بس في هالبوسه بقعد حد الولد وبحضر انا وياه البوسه وبنبسط انا وياه وبفهمه، فهمه انه عن الامور، بفهمه انه هو بعده صغير، انه هو مثل ما مثلا اذا البي عم يحكي مع ابنه مثل ما انا حبيت امك انت كمان بكره بس تصير بهذا العمر رح تحب بنت، يعني نتحاور. بده ينقش على دغري يروح هلا على المدرسه براسه بده ينغرم دايركتلي ينغرم وينغرم ما هيك ولا احلى طالما يعني. نحن عم نوعيه للتصرفات المضبوطه اذا عم نلاقيه اصلا يلتهي بهيك شيء احسن ما يلتهي باخبار المخدرات. مضبوط. يكون عم يحلم بالبيت وبده يرجع يشوفها ثاني مره 100%. شيء لذيذ ما شاء الله. يعني بتمنى نكون جربنا انه نكون هيك عم نخليهم يلمسوا الاشياء، نقول الاشياء مثل ما صحيح. هي مثل ما لحتى يقدروا عن جد بس اهم شيء يصبروا ويكون بالهم طويل الاهل. مزبوط. لانه غير هيك بيكونوا هن خربوها، يكون الولد عنده بوتنشل صغيره شوي اذا كانوا الاهل رده فعلهم قاسيه او بالهم مش طويل. مزبوط. تخرب. ثانك يو لالي. ثانك يو رولا. نرجع بنشوفك نهار الجمعه ان شاء الله رد الجمعه. رح نكفي معكم اكيد عالم الصباح، ولكن بعد هيدا البريك ومنكون مع سينما وغيدا.